السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
يستمعون إليه فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء